طبعا كابتن محمود خطيب يعني مش بس كونه رئيس النادي الاهلي لكن كمان هو يعني نجم كبير جدا في كره القدم، مثال للاخلاق والالتزام والاحترام. كلنا تمنا له الشفاء العاجل وبنقول له ان شاء الله كلنا في انتظار عودتك سالما لبلدك ولمجلس اداره النادي الاهلي. بقول النادي الاهلي انت دائما بتبقى يعني بتسعد المصريين، دائما بتحقق لنا بطولات، في لاعبين كتير من النادي الاهلي بيبقوا يمثلونا في المنتخبات، فبتمنى ان المنظومه تستمر في هذا استقرار وفي نفس الوقت انها تطلع ابطال كتيره لمصر، ونتمنى ان شاء الله ان كل الانديه المصريه يكون فيها استقرار ويكون فيها ابطال كتير قوي بيطلعهم لنا، علشان احنا اهم حاجه ان مصر تكون منتخبات ويمثلوها في المحافل الدوليه ويرفعوا اسم مصر عليه ان شاء الله.